أكد وزير البلديات والداخلية حسين المجالي أن الانتخابات ستجرى على أعلى درجة من النزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات في هذا العام يدل على ثقة الدولة بنفسها وقوة الأردن أمام الدول الأخرى. المجالي بيّن أن الهيئة المستقلة للانتخاب لن تنظم الانتخابات بحكم وجود نص دستوري بأن الهيئة لا تنظم سوى الانتخابات النيابية. إجراء الانتخابات في هذا العام بعد مرور 8 شهور أو 7 أشهر و4 أيام على إجراء الانتخابات النيابية يدل على ثقة الدولة بنفسها ووعي المواطن وثقة المواطن بالدولة وثقة الدولة في المواطن، ويدل على استقرار أمني. وإذا نظرنا من حولنا الكثير يستغرب بأن دولة قليلة الموارد صغيرة مثل المملكة الأردنية الهاشمية تجري انتخاب في بداية السنة على المستوى النيابي وتجري انتخاب على المستوى البلدي في الربع الثالث من نفس العام. ننظر إلى هذه الانتخابات وهي استكمال لحلقة الإصلاحات الدستورية منذ عامين ونحن ماضون والحمد لله في هذا الطريق، وهذا عمود أساس يبنى للدولة الديمقراطية في المملكة الأردنية الهاشمية. وأوضح أن قانون الانتخاب هو المتواجد حاليا والمقر من قبل مجلس النواب، مشيرا إلى أن من يريد تغيير القانون عليه المشاركة في العملية الديمقراطية ويأتي بقانون أفضل. هذه الانتخابات مفتوحة لكل من يريد أن يأتي ويرى ويراقب وينتقد. الكمال لله، لا ندعي الكمال، الإنسان يخطئ، ولكن الثقة بالنفس وإيمانا منا وإيمان راسخ بأننا نقوم بالشيء الصحيح لا نخاف بأن ينتقدنا أحد، بل بالعكس إذا انتقدنا أي أحد هذا سينتقل بنا إلى مراحل متقدمة أكثر وأكثر وأكثر. كثير من الإخوان سياسيا واجتماعيا ينتقدوا قانون الانتخاب، هذا اللي موجود، هذا القانون اللي موجود أقره مجلس النواب وننفذه. إذا لا حطه بجيبتي، إذا أردنا أن نغير القانون نشارك في اللعبة ومعا نغير القانون ونأتي بقانون أفضل. والقانون للشعب وللمواطنين، والمواطنين يغيروا القانون بأسهل طريقة من خلال مجلس النواب ومن خلال الحكومة. وتطرق إلى دور دائرة الأحوال المدنية بتزويد الوزارة بأعداد الناخبين الذين سجلوا ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالانتخابات البلدية الماضية. المجالي أشار إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان نزاهة الانتخابات، منها تصويت المواطن في صندوق خاص، إضافة إلى عدم إدراج اسمه مرتين في كشوفات الناخبين، موضحا سبب تخلي الوزارة عن استخدام الحبر السري والربط الإلكتروني. الأحوال المدنية كان على مستوى عالي جدا من المهنية والحرفية في أداء، وهبطنا إلى مستوى الصندوق، وهذه تختلف عن أي عملية انتخابية سابقة، بأن المواطن الأردني يذهب وعارف وين صندوقه بالتحديد. معدل الصندوق 500 ناخب، معدل الصندوق 500 ناخب. في بعض الصناديق وهي قلة قلت عن 500، أقلها 372 362، ولكن يا 62 يا 72 300 وكذا. في أمانة عمان زاد العدد كثير، ولكن إجمالي الصناديق هو 500 كمعدل عام. عندنا 4077 صندوق مزدوج، يعني عندنا 8000 وساوي الحسبة و300 و 144
لأنه في عندك 4077 صندوق لرئيس البلدية و 4077 صندوق لأعضاء المجالس البلدية. فتصوروا الجهد الكبير اللي أنت عارف وين رايح في صندوقك وما هو رقمك التسلسلي. تم مراجعة الجداول وعرضها للاعتراض وكل شيء. التحدي، أنا لا أحب التحدي، ولكن أؤكد لكل شخص موجود في هذه القاعة بأنه لم يدرج اسم مرتين من 3,702,000. لا يوجد في كشف يوجد في اسم حسين المجالي في صندوق وله مثال في أي صندوق في المملكة الأردنية الهاشمية. وتحدث وزير الداخلية عن الدعاية الانتخابية إضافة إلى الحملة الإعلامية التي تبدأ من أول أيام العيد، لافتا إلى وجود خدمة جديدة قدمتها شركات اتصال لتساعد المواطن على معرفة أين الصندوق الذي سيدلي بصوته. طلب مني أن أخاطب شركات الاتصالات، وطلب مني أن أخاطب شركة ما يسمى بالإنجليزي content provider، هي مقدمة فحوى لتساعد المواطن الأردني على معرفة وين صندوقه وين كذا إذا كان لا يعرف. فكل الشكر ولا أخص حسب الأقدمية شركة زين، شركة أورنج وشركة أمنية. أشكر رئيس مجلس إدارتها ورئيس التنفيذي وكل العاملين فيهم الأربعة، وأيضا شركة مقدمة الفحوى اللي هي شركة بيسل. قدموا لنا خدمة لا أعتقد في أي بلد بالعالم قدمت، وهذا يوريكم مدى الالتزام الوطني لهذه المؤسسات وهذه الشركات الخاصة. مضبوط هي شركات تدور على الربحية، ولكن الناس هذه تجارة، الموظف يأخذ راتب، فكل الناس يذهب إلى المردود المادي. أرسلت مسج إلى الرقم 98828 ووضعت رقمك الوطني، يأتيك هذا الجواب: حسين هزاع بركات المجالي، العاصمة، منطقة مرج الحمام، مرج الحمام، مدرسة مرج الحمام الثانوية للبنين، رقم الصندوق 3، رقم التسلسل 439. وفي رده على سؤال الحقيقة الدولية حول آلية إعلان نتائج الانتخابات، بيّن المجالي أن هناك 101 رئيس انتخاب مكلف بإعلان النتيجة. وأضاف الناطق الرسمي باسم الانتخابات البلدية عاهد الزيادات أن رئيس الانتخاب هو المكلف بإعلان النتيجة، وستمرر إلى غرفة العمليات لتعتمد وسائل الإعلام النتائج. وفي رده على سؤال الحقيقة الدولية حول آلية إعلان نتائج الانتخابات، بيّن المجالي أن هناك 101 رئيس انتخاب مكلف بإعلان النتيجة. وأضاف الناطق الرسمي باسم الانتخابات البلدية عاهد الزيادات أن رئيس الانتخاب هو المكلف بإعلان النتيجة، وستمرر إلى غرفة العمليات لتعتمد وسائل الإعلام النتائج. هيثم محمد، الحقيقة الدولية.